اسمع، اكتتاب عام لسالك تشتري اسهم بيعطوني 16000 كسور في الشهر، واعلان ثاني يعطونك 4000 درهم من السمول. هذا زين بس يدي هالشركة ما لها علاقة بسالك ابدا، هاي شركات وهمية يدورونها خارج البلاد. شوف علم الامارات شيء رسمي. نعم وصورة المسؤولين موجودة. زعطوط واحد تتكلم خارج السيد وتقول لي والله ما لهم علاقة. قم انك تستثمر. استثمر؟ ما سمعوا النصيحة وحولوا اغلب فلوسهم للمحتالين. الرقم الذي طلبته غير متصل. راحت فلوسنا كلها منك. نستثمر ويك مكتوب عليه قسم الافلاس. قلت لي 16000 و4000 و5000. انا وياك اقول لك ان كل هالاعلانات احتياليه، ولكن الحرص واجب. ترى كل محتال وله اسلوبه، فدائما تاكد من صحه هالاعلانات من خلال التواصل مع الجهات المعلن عنها او مع الاسواق الماليه الرسميه. خليك في الجانب الامن، خليك واعي.